بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم في حلقة جديدة من فرصة. دايما كنا بنقول ان اهم فرصة فرصة الخير. ليه فرصة الخير؟ لان فيها جبر خواطر، وجبر الخواطر من احسن واهم وافضل العبادات عند الله. قد ايه لما بتجبر بخاطر حد ربنا سبحانه وتعالى بيجبر بخاطرك، قد ايه لما بتقف مع الناس ربنا سبحانه وتعالى بيقف معاك. اكيد انت بتبقى محتاج الكلام ده، اكيد مستني ان حد يفرحك، اكيد مستني ان حد يدخل عليك سرور، فانت لازم تعمل ده وتقدمه. صدقني لو قدمته ده في البدايه ربنا بيرده لك اضعاف ما انت متخيل. ساعات كنا بنقول ان موضوع ان انا ما بعملش خير او انا مقصر او هو ده اللي معطلني في حياتي كتير. صدقني لو جربت الموضوع ده هتدخل في نطاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان صنائع المعروف بتقي مصارع السوء. كتير بتقع في مواقف كتير وبتقول انا لو كنت مشيت في الطريق ده كنت هقع، بس بتلاقي ان لا ربنا سبحانه وتعالى بعدك عنه، وكنت فاكر ان هو خير بس لا هو كان شر، بس سبحان الله بتلاقي ان انت مش هو ده اللي كان طريقك المظبوط، فجأة تلاقي نفسك رجعت عنه. مين اللي رجعك؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي قالك لا ارجع عن الطريق ده، ما تكملش فيه، لان ده موديك لطريق مش صح. عارف ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت عملت معروف في حد، بسبب ان انت جبرت بخاطر حد، ان انت وقفت مع حد في محنة. صدقني الموضوع ده بيفرق كتير جدا. النهارده احنا جينا بدعوه كريمه من مؤسسه باب جنه، جينا عشان نشوف الخير الكتير اللي احنا شايفينه حوالينا، جينا عشان نكون سبب ولو بسيط في رسم ابتسامه على وجوه الناس اللي فعلا محتاجه، اهالينا البسطة في كل مكان، الناس اللي بتستنى من السنه للسنه الخير، اللي بتستنى حد يدخل عليهم بفرحه. النهارده احنا بنشكر مؤسسه باب جنه ان هم اتاحوا لنا الفرصه، ويا رب نكون عند حسن ظنهم وحسن ظن الساده المشاهدين ان احنا نقدر نرسم ابتسامه بسيطه على وجوه الناس. خلونا نشوف النهارده الاحتفاليه الجميله ونشاركهم في الخير اللي هيروح لاهالينا في كل مكان. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومش قادر اقول لكم الشعور النهارده الواحد مبسوط قد ايه. فعلا لما بننزل على الارض الموضوع بيبقى مختلف تماما، ومشاركني النهارده ضيوف كرام على قلبي ومشاركينا الفرحه الجميله بتاعت مؤسسه باب جنه. برحب بضيوف الاعزاء الدكتور حمدان الصالحي. اهلا وسهلا. من علماء الازهر الشريف. ومنورني الدكتور مصعب عرفات الداعيه الاسلامي والزميل العزيز. اهلا وسهلا. برحب بيكم. اهلا بيكم. اليوم جميل النهارده يا دكتور، والفرحه حلوه، وفي معاني كتير قوي الواحد بيطلع بيها لما بينزل على الارض. بيبقى الموضوع مختلف عن القعده في الاستوديو والكلام الداخلي ده، بيبقى الشعور هنا في حاجات كتير كده الواحد بيحسها. قد ايه فكره احياء النفوس بالعمل الصالح الواحد بيلمسها لما بينزل ويشوف الكلام ده؟ بدايه اقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي قال في كتابه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين الذي قال ما نقص مال عبد من صدقة. كيفية إحياء النفوس عندنا في الإسلام لها شقين. الشق الأول هو إحياء نفس المتصدق الغني، كيف أنه يحتاج إلى الفقير. الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالصدقة طهارة للنفس، إحياء للنفس. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني الإنسان لما يعمل ذنب يسارع إلى عمل الصدقات، فالصدقات من فوائد الصدقة أنها تكثر المال، ومن فوائد الصدقة شفاء المرضى، ومن فوائد الإطعام، وإحنا شايفين أمام عينينا يعني ما شاء الله إنجاز كبير جداً. يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن اللقمة تأتي يوم القيامة، لقمة واحدة، لقمة تأتي يوم القيامة مثل جبل أحد. تخيل أستاذ مصطفى لما نيجي يوم القيامة إن شاء الله ربنا يجعل لك بهذه اللقمة وهذه الكرتونة الخير أنك تلاقيها يوم القيامة جبل من الحسنات. وده يعلمنا أن الحسنات والسيئات يوم القيامة لها جرم، لها جسم، فتيجي تلاقي حاجه ماليه ميزانك. يعني بسبب ايه؟ بسبب اطعام الفقراء. لا الواحد ما يستقلش برضه دكتور فكره ان انت ما تقولش ايه، طب ما انا لما اتبرع مثلا بحاجه بسيطه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ولو بشق تمره. نعم. طب النار ولو بشق تمره. ولو بشق تمره. فالموضوع مش بالكم. لا هو بالاخلاص. الله. بالصدقه اللي فيها يعني ان تكون ان يكون المال طيب،
وأن يكون الإنسان يخرج هذا عن طيب نفس، وكمان أن يصل هذا إلى المحتاج فعلا، وأن يأتي هذا المال الذي يخرج. والإنسان أحيانا يكون لا يملك إلا هذا. سيدنا أبو بكر تبرع بماله 4 مرات وأخلف الله عليه طبعا. سيدنا عمر يقول أنا اليوم سأسبق أبا بكر، يجي بنص ماله في حجر رسول الله، ويروح يلاقي سيدنا أبو بكر تبرع بماله كله. كده بقى المكانة بتاعت الناس دي يعني بتبقى في حتة مختلفة تماما. ما فعلت شيئا إلا وسبقتني إليه. هنا فهو في ذلك في أيام الخير دي، وفي ذلك فليتنافس المنافسة. يعني المنافسة في عمل الخير. أنا النهاردة تبرعت ب10 كراتين، اليوم تبرعت ب100 كرتون، غدا إن شاء الله سوف أتبرع بكذا وكذا. هو ده العمل الاجتماعي، إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كله محتاج يا دكتور، كلنا احنا محتاجين، كلنا الغني محتاج للفقير، لان ده بيعود عليه بالحسنات، بيعود عليه بباب من ابواب الجنه. واحنا مؤسسه باب جنه، وعندك باب اسمه باب الصدقه في الجنه، ربنا يكرمنا جميعا وندخل من هذا الباب. يمكن احتياج الغني بيبقى اكتر للموضوع ده طبعا من الفقير نفسه. ما هو احتياج الغني لانه عايز يطهر ماله طبعا، عايز ان هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقه وحصنوا اموالكم بالزكاه. محتاجينه كمان ان ياتي يوم القيامه الانسان في ظل صدقته. تخيل في يوم العرض الاكبر والناس بتجري والناس تهرول والشمس تدنو من الرؤوس، وانت واقف كده مستظل بظل صدقتك وباطعامك اللي انت قدمته للفقراء والمحتاجين. يعني معاني جميله جدا طبعا. وانك تشارك بقى في العمل ده، يعني الإنسان أن يكون مفتاحاً للخير طبعاً. ربنا يجعل الخير على إيدك، ده اصطفاء من الله. إن والله أنا أشكر الله إن إحنا موجودين في المكان لله. ده إن إحنا نشارك، والشباب اللي زي الورد المتطوعين، شباب الجامعة اللي جاي يساهم ويشارك في العمل التطوعي ده، يعني بارك الله فيهم وأحسن الله إليهم يا رب. هناخد من كلام حضرتك بقى ونروح لدكتور مصعب، ونروح لمعنى برضو من المعاني المهمة، فكرة البقيات الصالحات وأثرها. يا سلام يا سلام. وفي الحتة دي بقى فيه وصايا كتير، ومن أهم الوصايا اللي الواحد بيشعر بيها وبيحسها قوي وصايا الإمام علي رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، الله وجهه، رضي الله عنه. كان ليه في الحتة دي طبعا حاجات كتير جدا. يعني كلمنا عنها كده دكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. الباقيات الصالحات، خلينا نمسك الآية من أولها. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ضرب مثل الحياة الدنيا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن المال والبنون اللي هم أكتر الأشياء تعلقا بينا، مالك وأولادك، متع الدنيا، زينة، يعني في شيء أساسي باقي، ولكن دول يعني حاجة بتزينها بس. طبعا احنا عارفين ان الباقيات الصالحات فسرها العلماء تفسيرات مختلفه، منها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وبعض العلماء قالوا انها الصلوات الخمس وغير ذلك. ولكن الذي الراي اللي يميل اليه قلبي ان المعنى ده معنى شامل، وخصوصا فيما يتعلق بامور المال والبنون طبعا، لانها جت بعد المال والبنون. اذا الباقيات الصالحات من جنس العمل بالظبط كده تمام. ولذلك سيدنا يعني هنربط كلمة البقاء بقى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح في بيته شاه، فرجع آخر اليوم بيسأل السيدة عائشة ما بقي منها يا عائشة، فقالت ذهبت كلها إلا كتفها. شوف كلمة البقاء بقى النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها، قال إيه؟ بل بقيت كلها إلا كتفها. هو ده البقاء صح؟ يبقى إذن الشيء اللي انت بتوصله لله سبحانه وتعالى هو ده الشيء اللي بيروح هناك، هو ده الشيء الباقي. ولذلك سيدنا الإمام علي رضي الله عنه يقول لسيدنا جابر بن عبد الله إيه؟ يقول له يا جابر، من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام بما يجب لله فيها عرضها للبقاء. هي دي البقاء، هي دي. ومن لم يقم بما يجب لله فيها عرضها للإيه؟ للفناء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خلاصة، أربع إذا كنا فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا. لو فيك الأربع حاجات دول خلاص ما يهمكش أي حاجة بقى من الدنيا فاتتك. حفظ أمانة، وحسن خلق، وصدق حديث، وعفة طعمة. إنك يكون عندك الحلال، إنك تتعامل مع المال بالحلال. يبقى إذن الباقيات الصالحات ده أسلوب حياة لازم نمشي عليه كلنا. يبقى المعنى شامل، المعنى شامل. وأخص فيه الأعمال التي تخص الصدقة
الأشياء اللي فيها صدقة وفيها تصدق وفيها عدم تعلق بالدنيا اللي ربنا ذكرها في أول الآية، هي دي الحاجات اللي احنا يجب نكون حريصين عليها كباقيات صالحات للعرض على الله سبحانه وتعالى، وصالحات حين يقتدي بها غيرها يكون نفسه صالحة. والله الحمد لله، هي فكرة التفسير نفسها بتبقى برضو سبحان الله ملمة من هنا ومن هنا. طبعا كلام النبي بيفسر بعضه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بيفسر بعضه. نعم. فهي بتبقى بس المعاني كلها انت واستشعارك للمعنى نفسه. نعم صحيح. اللي عايز أكده برضو فكرة النزول على أرض الواقع، وفكرة إن أنت بتشارك في العمل نفسه، مش بس بتبقى قاعد في مكان وبتدفع فلوس. يعني نعم. أنا ممكن أبقى في مكان وأدفع فلوس إن شاء الله تاخد الثواب وكل حاجة، بس المشاركة نفسها في لما بتنزل بالمجهود مش بس بالمال، لا الإحساس بيبقى مختلف. والله الإحساس هحاول أنقله. إحنا النهاردة يعني في منتهى السعادة. والله طبعا والله لو يشعر الناس بالمشاعر الحقيقية، السعادة الحقيقية اللي احنا حاسين بيها، ان انا متخيل ان السلعة دي ممكن تكون سبب في نقل انسان من حالة لحالة مختلفة تماما. ترسم بسمة على بترسم وجهة بسمة على وشه، بتدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول افضل الاعمال ايه هي؟ سرور تدخله على مسلم. فاذا المشاركة الحقيقية، في ناس تقدر تشارك بالاموال، في ناس تقدر تشارك. احنا عندنا ما شاء الله زي ما شيخنا تفضل الشباب المتطوعين اللي ورانا دول، ليه ايه اللي حركهم؟ وتعاونوا على البر والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. وهي نماذج من المجتمع، الواحد بيفرح لما بيشوف حاجه زي كده. طبعا ومن خلالكم يعني برضه يعني نعتبرها دعوه عامه للناس كلها، انه يعني ياخدوا الشباب دول قدوه لهم. التطوع، الشيء نفسه، السلع الغذائيه الموجوده دي منين؟ مش من التبرعات. طبعًا. في انسان ده سمع اللي الناس بتقدمه انه لازم يساعد غيره وياخد خطوه حقيقيه. في ناس بتسمع الكلام كلام بس، الله كلام جميل والله، ده الصدقه دي جميله قوي وخلاص، انما في ناس بتتحرك فعلا، بدليل الكلام اللي احنا شايفينه. وان شاء الله باذن الله يستمر هذا العمل ويستمر نفعه ونوصل لأكبر عدد من المحتاجين إن شاء الله. إحنا من خلال حضراتكم بنشكر المؤسسة باب جنة إن هي أتاحت لنا الفرصة إن إحنا نبقى متواجدين معاهم وإن إحنا نشارك في يوم زي ده، ويا رب دايما كده متجمعين معاهم وننزل ونشيل. وأنا شفتكم بتشتغلوا مع وإحنا بنشكر حضرتك معاهم في الموضوع. وإحنا كمان بنشكر حضرتك إنك يعني سلطت الضوء على النماذج اللي ينبغي فعلا إن إحنا نسلط عليها. ربنا يجعلنا سبب دايما في يا رب تكون قدوة حسنة للجميع إن شاء الله، ويتقبل منا جميعا. منا جميعا إن شاء الله. بنوجه لكم الشكر على اليوم الجميل ده إن شاء الله، ونتقابل في حاجات زي دي إن شاء الله على خير. فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع مرة تانية.